كان يلعب معنا الحاج سعيد صاحبي، هو امين حاج سعيد، جا بحذايا معناها لتونس. قاعدين في الدار شافني كيفاش معناتها حالتي، وشاف كيفاش زايد برشا ميزان. بدينا نحكي، حكيت انا وياه وكل شيء. بشويه بشويه معناتها قلت له راني ما عادش درا كيفاش نحس في روحي، مانيش مرتاح، مانيش. وهو عنده معناتها لعب في اسبانيا وعنده علاقات في اسبانيا، تعرف على اخويا علي اللي مرحبا بيه في تونس باش يكمل معايا معناتها في الريتم اللي بديته في اسبانيا. كاو معناتها عرفني عليه، طلعت لاسبانيا كما قلت لك، معناتها كلمت سي لاسعد يرحم والديه، نحب نشكره زاد عاوني، وخذيت لوكي من عند الرئيس والنائب الرئيس وطلعت الحمد لله يا رب. 12 سنة يلعب، ومن بعد صارت له برشا مشاكل، يلقى روحه ما يلعبش وما ياخذش في فلوس وما يلعبش، والضغط كل عليه هو، سيبت روحي كومبليتمون. الحاجة اللي معناتها حكينا فيها برشا سيرتو انا والحاج واخويا علي، اللي ما حقني سيبت روحي هكاك. انا واحد من الناس اللوم على روحي، اما باش نقول لك معناتها ما كنتش واعي بروحي، معناتها قاعد نزيد في الميزان بشويه بشويه بعد برشا، عباره واحد معناتها ما على بالوش، قاعد ياكل في اللي يجي، مانيش قاعد نتدرب. كاو معناها صارت لي حاله خايبه، تو كاو الحمد لله معناتها واحد تعديها الحاله ذيك. مخي قال يا طولت الحكاية هذه، بليل سمين بليل ما نجمش يلعب، بليل معناتها بليل سمين بليل ما نجمش يلعب، بليل سايب روحه، بليل وفيه كروين. الحاجة ذيك زاد قويتني، اللي باش نقول لهم ليه معناتها بليل مازال يلعب، بليل مازال صغير، بليل ينجم يعطي أكثر للكلوب. كاو حطيت في قلبي ومشيت. وقت مشيت ب103 نوزن، ما صارتش معناتها، فهمت؟ ما مشيت 103 نوزن كاو معناتها نهار الاولاني في اللي تيست وكل، ما نجمتش نعمل برشا حاجات، اللي قعدت بيت في روحي، روحت وحدي معناتها. ويقول لك فما ما يجري معايا واحد اسباني كريس، وقفت معناتها، هو يجري وانا وقفت، وليت نقطع في الشجر ونجبد فيهم وبالعصب. هو قوم بعد يقولوا لي نورمال ما توجي الحمد لله معناتها. الحاجه الباهيه اللي هما شجعوني برشا معناتها، وديما يهزوا لي في مورالي، اللي خليني انا نقدم معناتها نهار بعد نهار خير، نحس في روحي. اليوم قداش وصلت؟ 86. في قداش من نهار؟ 39 يوم. سيسال عني بي دهون، فمش منها الحكاية هذي، دهون انترنمون، نترنى 3 مرات في النهار معناتها، ما هي سهلة. طيب العباد تخسر ب17 كيلو سهلين، واحد راو الموت يشوفه بعينيه بالانترنمون، راو أنا نبدأ تضرب راسك على الحيط، معناها تاكل شوية، تترنى برشا، النوم تبدأ راقد وبدنك الكل يوجع، معناتها كيفاش شفت هذي. معناها مشيت الفوت فاي، معناها سونتر متاع تدريب. والله برشا ما عرفونيش، برشا معناتها بهتوا بالحق، معناها زهير صابر عقربي هو وسلاس عداص ما عرفنيش كي جاي من البعيد، وفي سعيد معناتها بهتوا في انا بليل عبد اخر تبارك الله، معناتها حتى من البعيد نظهر مريقل معناتها على الاخر، فهمت؟ برشا عباد ما عرفونيش، بدني مخي كل شيء معناتها. ما مشيت غادي 39 يوم رجعت عبد اخر معناتها،
الحمد لله يا ربي. ما تحبش تعاود ترجع في كاريرك كبروفيسيونيل ترجع الغد؟ نرجع نكور في الكلوب ومن بعد تو نرجع ان شاء الله. برشا معناتها كل عندي عامين تالي سامحت، في عامين كاملين قبل عندي سليم الرياحي سامحت. ليه قاعد كان سامح شو شو نقول لك قاعد كان سامح انا قاعدين وكاو ايه قاعد معناها كي تجي تحسبهم اليوم فلوس قديش؟ فلوس من اللي بديت نكور فما مليار. فما مليار سامح فيه اليوم؟ فاهم فما كل مرة شيخته مشيت خلاص كل مرة شيت خلاص وانا نصح. اما هذا جمهور الكلوب اللي الحمد لله الحاجة باهية اللي جمهور الكلوب فما علاقة بيه برشا معناها من جمهور الكلوب يحبوني كيما برشا ما يحبونيش. اما معناتها برشا نحييهم وعلى خاطرهم نعمل في برشا حاجات ان شاء الله. مش ما كنت صحاب ما كنتش نحكي انا كنت كابيتان في الكلوب ما نحكيش معاه معناها ما فماش تواصل ما بيناتنا معناتها انا ما مجر ملاعبين نكور ونروح على روحي ما عنديش نهز التليفون ونكلم فلان وفلتين ولا نمشي بحذاي للبيرو ما كنتش حتى الاولاد لو فما برشا ملاعبيه كانت تمشي للبيرو وتاخذ في فلوسها ما كنتش نمشي للبيرو ديما نقول تاو يجي وتاو يمد لي وحده تاو فهمت كيفاش بالليل بروح نقول لك سامحني انا نقول لك مسامح كان جاي عندي مشكله متاع فلوس ما نسامحش في مليار ولا ما نسامحش كل عام نسامح في فلوسي بس نورمال هي اي حاجه باش تتقال بليله خاطر بليله القديم اي حاجه باش تتعمل وسام اي حاجه باش تعمل زهير ما هي ما ظاهره الحكايه معناتها ما تقلقنيش انا بيتو انا قلت لك كان جاي عندي مشكله متاع فلوس ولا نحب نقرب ولا اما زيد انا كيكون كابيتان نعلم المسؤولين فما برشا عباد سوفري برشا جوارات تمساكن صغار ما ياخذوا في شيء شكون باش يتكلم عليهم بليل باش يتكلم عليه حاجه عاديه في الجمعيات الكل ذي وبليل اكثر واحد مسامح في الفلوس معناتها كيفاش انا عندي مشكله باش نقرب وانا مسامح كل عام نسامح في فلوس عاد كان جاي عندي مشكله متاع فلوس ولا حاجه راني ما عادش نسامح انا في فلوس. معناها انت مشاكلك اليوم مع الديريجون تاع الكلوب على خاطر اصحابك اكثر من اي حاجه اخرى. بيان سور انا كابيتان شكون باش نتكلم عليه؟ باش نتكلم على جوارات صغار مساكن اللي يجوا في التاكسيات اللي يخلص في الماء والضوء اللي ورا فاميليا وراه اللي يخلص في 700 واللي يخلص في سي نورمال حاجه عاديه معناتها. ما انا ما عندي انا عندي مشكله ما عنديش مشكله انا كان جاي عندي مشكله. تاع جرافيت كنت نجم نقرف وحدي ونشكي ونضمن فلوسي انا كل عام بريسك نسامح في فلوس هذا انت تو تذكرني توجع لي في قلبي ولا كيفاش كل شيء بالكتبه معناتها كل شيء بالكتبه الحمد لله انا قلت لك مانيش نادم على واحد يلعب في جمعيه كيما النادي الافريقي معناتها جمعيه كبيره وجمهور كبير وراه مانيش نادم على معناتها هذيك ابريتو انا شو اخترته ابار معناتها العام اللي بالحق حقني خرجت فيه اللي هي عند سليم الرياحي وقتها كنت ماشي لكاسم باشا اللي صح صيام وقتها في اخر وقتها احنا عندنا كوب دافريك وما خرجت زاد يا اخي صيام وقتها فسخ من الكون ولا حاجه هكا وصحح هو فيها في بلاستك نجم تقول عليه هو ما في بالوش اما انا كنت اقرب منه هو انا وانت حبيت قعدت تقعد تلعب كل فريق مش انا حبيت ما برشا اشتر حبت من المسؤولين واشتر ما حبوش معني شنو تخديتو كدير فيه وقتها قلت نقعد لا ما قلتش نقعد قلت انا حبيت نمشي برشا قالوا عنه كوب دافريك وبرشا قالوا سايبوه في الاخر ما تسيبتش زوز اكثر واحد انا ظالم روحي ما بتظلمنيش الكلوب ابريتو انا اللي ناخذ القرار في الاخر انا ظلمت روحي ظلم معناه ظالم ومظلوم كما يقولوا جات بريود حقني خرجت
كهو معناتها ما نجمش نقول حاجه اخرى. جات بريود حقني احترفت، فما معناها نشوف سيرتو اللي يلعبوا التالي، اللي يخرج ينجح، اللي انا كنت معناها خير منهم وهما يلعبوا في الاوروب وانا في الكلوب كنت نلعب عليهم في ليكيب ناسيونال. كنت هل انك خلصت فاتوره وكونك انت ملاعبي برتبه محب؟ نجم تقول خلصت فاتوره كبيره ياسر. قلت لك الحمد لله، يعني مانيش نادم على حاجه صارت لي في كاريري، نادم على حاجه واحده اللي كما قلت لك جات بريود حقني خرجت، حقني حتى بدلت الجو ورجعت ميسيلش. من بعد شويه بليل 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 عبيد والناس كل تو اللي تكتب والناس كل ما عادش تعرف منين تشدها، فهمت؟ كما قلت لي انت على بليل يحكم، كيفاش بليل يحكم؟ اكثر واحد في الجروب هو يحبوني هو انا، كيفاش انا نحكم؟ معناها انا مش قادر يحبوك ده. كيفاش نحكم؟ انا كابيتان نحكي على اصحابي عاديه الحكايه، في العالم الكل في الاوروب في اللي تحب انت عاديه الحكايه، معناها باش يجيوا يجيوا الاسكندر معناتها ولا مازالت فل طالع صغير هو اللي باش يحكي مع المسؤولين ولا يحكي مع الرئيس، ما تجيش معناتها نكونوا شويه. اول حاجه صح حكينا اللي واحد يلزم يشد فورمه ويرجع يلعب ان شاء الله، ومن بعد تجي ليكيب ناسيونال، هذا ما الحاجتين اللي في مخي تو معناتها كاو معناتها. كم كاين لا صعيبه شويه، كيما نجم نكمل كيما نجم نخرج. انا قلت لك يلزم واحد يبدل شويه جو سنين، الله اعلم وقت اللي يكتب ربي تو تو يصير، الله اعلم سنين عم جاي ان شاء الله وقت يكتب ربي تو يصير وكذا.